مطالبنا، مطالبنا احنا ليست ان ياتونا يعطون الواحد منا بيت او يسقطون القروض او غيره، لا لا لا، مطالبنا ان تعاد لنا الكرامه، وإعادة الكرامة التي سلبت منا لا تكون إلا بزوال هذا النظام بأكمله، لأن هذا النظام هو سبب سلب كرامتنا، فمن سلب كرامتنا لا يعيدها لنا، وإنما نحن بأنفسنا وبأيدينا وبصبرنا وبسلمنا إن شاء الله نعيد كرامتنا لنا.